كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. اليوم تم حفل توزيع معدات ومواد على حامي المشاريع، وذلك في إطار برنامج تحسين الدخل وإدماج اقتصاد الشباب للمبادرة الوطنية المشاريع محور الاقتصاد الاجتماعي التضامني. استفاد من هذا المحور خلال هذا الشطرين هذه السنة 11 تعاونية وشركة بما مجموع 76 مستفيد ومستفيدة، يشكل فيهم 8 أشخاص حاملي ماستر وإجازة، 30 شخص حرفي ومهني، وكذلك 38 حرفي. الكلفة الإجمالية ديال هذا البرنامج اللي هي أو ديال هذا التوزيع ديال المعدات 2,800,000 درهم. ساهم في البرنامج بجوج مليون درهم. هذا البرنامج هو ينجز في إطار شراكة ما بين المسيق الإقليمي بمليون ونص ديال الدرهم، والوكالة الجنوب اللي ساهمت ب 3 مليون درهم، والمبادره الوطنيه للمشاريع اللي ساهمت ب 1 مليون ونص ديال الدرهم. دونك هذا في اختار هذا اليوم تم توزيع معدات وجهاز على 7 حامي المشاريع، على اساس ان 4 الاخرين سيتم توزيع لهم في القريب العاجل ان شاء الله. والخياطه العصريه اليوم الحمد لله استفدنا بفضل المبادره التنميه البشريه بجوج ديال الالات، واحده بالطرز الرباطي واحده بالطرز ديال كاتخفيل. هاد الالات كيسهلوا علينا اننا نخدموا كميه كثيره، من كنخدموا كميه كثيره مثلا نقدر 1000 بياسه في النهار، كيسهلوا علينا حنا، كيسهلوا حتى على الكليان، كيتوصل بالمسائل ديالو في الوقت وبجوده مزيانه. وهذا الشيء اللي بغينو حنا في الاخر، بغينا نكبروا المشروع ديالنا وفي نفس الوقت نرضيو الكليان ديالنا، حنا نرضى والكليان ديالنا يرضى، وساعدتنا التنميه البشريه في هذه المساله هذه. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.